هو برضو يا استاذ عصام اعتقد وحضرتك تقول لي برضو هو كولر المستفيد الاكتر الاكبر والاكتر لانه هو واقف بيتفرج على كل حاجه قدامه، هو بيقول اعملوا كذا وبيتفرج. هو من كل الجهات المؤسسه الحمراء يعني، وانا لازم اقول كده في ظل بقى ان احنا لما نتكلم عن اللي ناقصنا في مصر، اللي ناقصنا في مصر اداره، بما اننا هنروح للمنتخب يعني لما تناقش احنا بس ناخد 5 دقايق في الاهلي والباقي يعني كله لا عشان يعني كله انا جاي لها في الحته دي. بما ان مديرك الفني تناقش معه لماذا نذهب، طب عايز تروح ولا لا، طب حجم الاستفاده، علشان انت عامل يعني اعلى درجه من درجات اداره نادي ومتسمى فريق كره قدم او قطاع كره قدم، فتلاقي ان انت رايح اولا عندك رعاه عشان ما يبقاش الموضوع اوبن بوفيه، ثانيا انت بتدعم عند بعض اللاعبين حاجه مهمه انه الراجل كل الحكايه ما كانش فاضي. يعني كريستو ده وانا الجزء ده شفته مع ايمانويل امونيكو كابتن جوهري رحمه الله عليه، قال لهم ده غض صغير محتاج حد يقول له احنا مهتمين بيك، واضح ان هو كان في الزمالك يعني واضح ان هو كان فاكر ان محدش مهتم بيه. الراجل لقى وقت يقول له زي كده مصالح عبد القادر يا ابني العب انا مش ضد حد، فلقى فرصه. كمان كابتن خطيب اكمل المهمه لما قعد مع اللعيبه وقال لهم هذه الفرصه اللي كنا، هو بقى بيقول بقى على محمود الخطيب وجيله واجيال تانيه وهو يدير كره القدم، اللي كنا بنلتمسها لما نروح نتمرن مره مع الفريق الاول. وانا عشت دي مع شريف، شريف زميل الدراسه شريف عبد المنعم طبعا، عشتها معاه بقى وهو ايه حسيت انه طول مثلا نص متر وبقى عرض الفصل كله. اول ما عرف انه طالع رايح ايه سايبنا في الفسحه كده واستاذنوا له عشان هيتمرن مع الفريق الاول. الحكايه على بعضها واضحه جدا، واضحه في لقطه كريستو اللي حضرتك ذاتها، واضحه ان هو عرف كويس قوي ان هو مش جاي هنا النادي الاهلي عجبه لعيب فجابه، جاي هنا هيعتمد عليه، جاي هنا هياخد وقته. واضح ان كولر كمان من هذه النوعيه من المدربين الكبار اللي لما بيخرج يقول انا ما عنديش وقت، لازم انت كلاعب محترف تعرف انه مش قصده ما عندوش وقت ليك، هو عايزك نشتغل ثم ياتي وقت هيبرز فيه شغلك وشغلي اللي هو يبقى النادي الاهلي. بس خلاصا على فكره انه تطلع تقول ان النتائج، الناس هنا في الاستوديو ده لما بتقول ان النتائج ليست مهمه عشان بس يبقى في تفرقه، انت لا انت رايح علشان تروح بطوله ولا رايح علشان في كأس يجب أن تعود بها، وبالتالي هنا لما بيتقال كده ما بيتقالش عشان الأهلي كسب ولا ما كسبش، ما أنت لو على الحسابات دي ما الأهلي ضاع فرص وفي ضربة جزاء ضاعت وكذا، والأهلي بيلعب أصلا بفرقة يعني كلها من ذخيرة المستقبل مش بس هنقول الشبان، وفي نفس الوقت أنت إزاي بتجيد ويبدأ الرجل أولا بدون حسين الشحات ورامي، بدون المجموعة الأصلية يعني أو القدامة أو الكبار أو الركائز الأساسية عشان يدفع. حدش واخد باله إن موديست اتحرك، معلش حتى لو يعني المؤشر بدأ يعمل، لا اتحرك اتحرك ونزل وحط رجله عند الكورة، بما يفيد إنه حتى موديست في ظل كل ما هو منطق إنه مفيش فايدة، لكن على الاقل الكولر على الاقل الاداره بتحاول تاخد من اللاعب كل ما يمكن ان يكون لصالح النادي الاهلي، وان تولي عنايه باعتباره الراجل لما وقع اختار النادي الاهلي. هي فرصه عليه بصراحه ليه جاء، وبالتالي الله عليك كابتن، وبالتالي هو متقال له انها فرصك وانت الذي